إذن مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الثالث عشر والمخصص لفئة الأبكار المهجنات، أعلنت انطلاقتها قبل قليل. أبدأ مع المركز الأول والرقم واحد طوع لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري، يسيطر على الأمور ويسيطر على المركز الأول. الحاسمة على المركز الثاني لعجيل بن مطر بالضحاك الشامسي، يقدم أيضا هذا الحضور الجميل. والمركز الثالث تتقدم جود لمحمد بن سهيل بالأسود العامري. نقلتنا إلى المركز الرابع، رابع المراكز رناد لمطر بن يمعة بن خليفة بن عبيد الشامسي. المركز الخامس أتابع عالية لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، ما شاء الله. نقلتنا إلى المركز السادس مع جميلة سعيد بن صبيح بن راشد الراجدي، هو القادم على سادس المراكز. هذه نتيجتنا، هذه هي مراكزنا الأولى المتقدمة مع هذا الشوط والانطلاق. والعودة مع المركز الأول ومقدمة هذا الانطلاق، ريناد على المركز الأول لمطر بن يمعة بن خليفة بن عبيد الشامسي، يسيطر على الأمور ويسيطر على البداية. هنا من يتقدم ليقدم هذا الحضور الرائع. ثاني المراكز طوع طوع، ما شاء الله وتبارك الله، أيضا حاضرة بشكل مميز ومتواجدة بتواجد رائع ومثير لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري. تغيرت النتيجة، تغيرت النتيجة اللي غيرت على المركز الثاني الحاسمة لعجيل بن مطر بالضحاك الشامسي. الله الله الله، غيرت وانتقلت إلى الثاني. الثالث جود لمحمد بن سهيل بالأسود العامري اللي تراجعت على المركز الرابع طوع لمحمد بن حمد بن ضبعون المسافري. المركز الخامس الوصول من عالية لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، هنا مع هذا الحضور. سادس المراكز جميلة لسعيد بن صبيح بن راشد الراجدي. ستة مراكز أولى متقدمة، ستة مراكز أولى حاضرة مع الشوط بموقع واحد، بموقع واحد واحد للتنافس على ناموس المقدمة وللتنافس على ناموس هذا الشوط. شوف للقدوم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الشاهينية لعلي بن مهير بن بليشة بو خليفة، بو خليفة بيبلشهم في هذا الشوط، بيبلشهم في هذا الشوط. هذه نتيجتنا إذن. العودة مع المركز الأول ومع المقدمة والبداية، ريناد التي تسيطر على الأمور، ريناد اللي عليها الاعتماد، اللي عليها الاعتماد لمطر بن يمعة بن خليفة بن عبيد الشامسي، هنا مع الانطلاق ومع هذا الحضور. ولكن التغيير جرى وطرى، جميلة اللي غيرت لسعيد
سعيد بن صبيح بن راشد الراشدي هي اللي غيرت وانطلقت إلى المركز الأول وإلى القيادة والبداية. المركز الثاني، المركز الثاني طوع طوع لمحمد بن حمد بن ضبعون بن ضبعون في شوط الجنون، في شوط الجنون يقدم لنا طوع محمد بن حمد بن ضبعون المسافري ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث وتابع هنا عالية لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري يحاول بالانتصار وهزيمة الجميع وهزيمة الجميع. المركز الرابع، المركز الرابع الحاسمة لعجيل بن مطر بالضحاك الشامسي تبارك الله أيضا مع هذا الانطلاق الرائع. والمركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية هي القادمة لعلي بن مهير بن بليشة بن بليشة. الله يا ابو خليفة، الله يراعي سبق، الله يراعي سبق، تشهد لك الميادين، تشهد لك الميادين. نقلة الى المركز السادس مع رناد لمطر بن يمعة بن خليفة بن عبيد الشامسي. هنا أيضا من يتواجد مع المعركة ومن يتواجد مع هذه المنافسة القوية والمميزة لهذا الشوط ولهذا التحدي. ولمن يا هل ترى، لمن يا هل ترى سيكون الانتصار وسيكون الفوز في هذا الانطلاق. المركز الأول جميلة، جميل ما تحتاج إشادة، جميل ما تبغي إشادة. الله الله يا جميلة. سعيد بن صبيح بن راشد الراشدي يبغي يصبح عليهم، يبغي يصبح عليهم مع انطلاقة جميلة بالمركز الأول وبالصدارة وبالإثارة. المركز الثاني، المركز الثاني أتابع الانطلاق والحضور من الحاسمة، من الحاسمة اللي تتواجد مع الشوط عجيل بن مطر بالضحاك الشامسي يبغي يضحك، يبغي يضحك بالروية الفاخر، بالروية الفاخر يقدم لنا الفاخرة، يقدم لنا الفاخرة أحمد بن محمد بن روية الخيالي قادما على ثالث المراكز. المركز الرابع يلا يا بن ضبعون، يلا يا بن ضبعون يقدم طوع محمد بن حمد بن ضبعون المسافري قادما من ميدان السوان، قادما من ميدان السوان. المركز الخامس، المركز الخامس أتابع هنا اللي وصلت وتدخلت مع هذا الشوط الأندلس لغانم بن علي بن محمد بن علي النيادي، ووصول كذلك من الرهاوية لراشد بن خادم بن راشد المهيري. هكذا النتيجة. أعود، أعود يا الله يا بروية. أهالي رماح، أهالي رماح ينطلقون. شو سويت بالشوط يا بروية؟ شو سويت بالشوط؟ يو أشوف القدوم من الرهاوية، من الرهاوية واصلة مع راشد بن خادم بن راشد المهيري الأمتار النهائية بالروية، بالروية على المركز الأول. أهالي رماح، أهالي النجاح هنا مع الحضور بالمركز الأول والانطلاق الأول. سلام يا الفاخر وسلامي على فوز الفاخرة بالمركز الأول. تحية وناموس أحمد بن محمد بن روية الخيلي على فوز الفاخرة بالمركز الأول. المركز الثاني
راشد بن خادم بن راشد المهيري المركز الثالث، لسعيد بن صبيح بن راشد الراشدي المركز الرابع، رابع لعلي بن مهير ببليش الشتبي المركز الخامس، لراشد بن عبيد بن حامد الطنيجي. هكذا كانت النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة التي تابعناها في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس للفاخر أحمد بن محمد بن روية الخيلي على فوز الفاخرة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. شوف الويه دخيلك، شوف ما شاء الله تبارك الله، وانت فاخر من الآخر يا بن روية، ما شاء الله حضور مميز شكل مميز. وسلام لأهالي أرماح للسبق وهل الأصايل. توقيتنا الزمني 9:30، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، 9:31 وفاء وتماما. كان توقيت المركز الثاني اللي هي الرهاوية لراشد بن خادم بن راشد المهيري، والمركز الثالث حضرت جميلة لسعيد بن صبيح بن راشد الراشدي، حضرت توقيت وقدره 9:37 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الرابع والبقية، إذا المركز الرابع كان مع علي بن مهير ببليشة، والمركز الخامس مع راشد بن عبيد بن حامد الطنيجي. تهانينا والناموس. بسم الله وعلى بركة الله.